كان ضرب جلابه ده سودا، وعالم كله واقفين بورانا. انا موافق معكم 100%، ما هنمشي لهم تاني، لو جاينا هنرجع لجليج. لو جا ورانا تاني هنمشي لجليج. يوم نرجع السودان بيوت كله واقع بالفام ويي اغنيه ده غنوا لي غنوا زمان مو يجي نرجع السودان تا جنوب ده نينا هننفصل من الشمال. لكن سود هما لو لسه جايين بورانا يوم نرجع خرطوم ده السودان بتاعهم ده بأي بيت حيقع، بيوت كله حيقع في خرطوم ده. هنلم زي ما قالوا الأخ بيفور على إنه بدون دارفور بدون نوبة بدون انقسنا بدون الشرق الشوايق والجعلين ديل بقدر لنا بقدر لنا نحن قالوا قبل ديل يا الأربعين. Speaking to SSTV at the military base in Unity State, a